منذ أن اختطفت إسرائيل عددا من الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل خلال عدوانها على الضفة الغربية، وعندما أعلن فقدان المستوطنين الثلاثة في مدينة الخليل، هيئة شؤون الأسرى والمحررين أعلنت أنها ستقوم بحملة دولية تبدأ غدا في جنيف بمشاركة عدد من مؤسسات حقوق الإنسان ردا على ما فعلته إسرائيل وإجراءاتها غير القانونية. ووصفت الهيئة ما قامت به سلطات الاحتلال من اعتقال الأسرى المحررين بأنه انتقام سياسي تحاول من خلاله إعادة الأحكام السابقة للأسرى. هذه الحملة هي بداية، ولكن ستمتد أكثر في أكثر من دولة، وأيضا ستكون عندنا مجموعة من النشاطات لتحريك هذا الملف، لأن هناك ظلم كبير جدا وقع على هؤلاء الأسرى بعد أن أفرج عنهم وبعد أن قضوا سنوات طويلة وبعد أن استقروا، ولا يوجد أي سبب أي مبرر قانوني لإعادة اعتقالهم. هذا اعتقال يعني أنا بعتبره انتقام سياسي لا يمت للعدالة ولا لإجراءات المحاكمة بأي صلة. نائل البرغوثي واحد من هؤلاء الأسرى الذين أعيد اعتقالهم وقضى في سجون الاحتلال أكثر من 30 عاما، وبعد أن تحرر بعامين أعيد اعتقاله تحت بند ملف سري رغم انشغاله بالدراسة وحياته الاجتماعية ولا علاقة له بشيء كما تقول عائلته. نائل كان طالب في الجامعة، بزرع في أرضه، بدير باله على الدار، بيهتم في قضايا، إذا بشارك بقضية اعتصام هنا وهناك، ولكن هو شخصية اجتماعية فهو بشارك بأي دعوة بتتوجه له. يعني نائل 33 سنة، ما بيعني إنه يحطوه كمان 33 سنة، لأنه أظن بصير عمره 100 سنة بيكون مات، يعني هيك حسب ما بيقولوا بدهم يعيدوا الحكم تبعه اللي هو مدى الحياة. مخاوف كثيرة من أن يتم اعتقال بقية المحررين في صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط، خاصة بعد أن أعادت إسرائيل أحكام أسرى القدس واستكمال سنوات الأسر حسب محكومياتهم. الأسرى الذين أعيد اعتقالهم يهددون بإضراب شامل لإنهاء هذه القضية، كما طالبوا مصر راعية الاتفاق والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي بالتدخل وعدم المماطلة. هناك من أمضى 20 عاما خلف هذه الأسلاك وربما سيمضي مثلها وأكثر حسب مزاج القاضي الإسرائيلي، فإسرائيل تفرض عضلاتها على أسرى مكبلي الأيدي ومعصبي الأعين. أحمد برهم، رؤية، من أمام معتقل عوفر غرب مدينة بتونيا.